الليلة هذا استطعنا أننا نبيت نسيق مع شركة حرمة مقاطعة سيدي بليوك أننا نزلنا اليوم باش ندير واحد نضيفوا عليه واحد المكان اللي هو تاريخي ومنطقة بوردو اللي الساكنة ديالها الآن تعاني واحد معاناة كبيرة خصوصا في الشارع هذا. فكانت انترفونسيون اليوم باش نسيق مع هذه المصالح هذا وكذلك المسؤولين ديال المقاطعة باش منها جانب تخصيصي ومنها أننا النظافة ديال الحي ديالنا. مشكل ديال قطع الحاجة في الطريق هو مشكل كبير عندنا في المنطقة. علاش؟ لأن عندنا مجموعة من المرافق الصحية اللي هي مسدودة وكاينة مجموعة من المرافق الصحية اللي دارتها مجلس المدينة بواحد الشروط اللي هي غير قانونية. الآن كنشوفوا بأن هي بنايات صناديق اللي هي فارغة وتحبسات الشغل ديالها العملية ديال البناء ديالها. الآن فبالأشياء اللي غادي نتوجهوا لها وهو خلق مجموعة من الفضاءات الخاصة بالقضاء مثلا المرافق الصحية اللي كتوفر فيها الشروط القانونية. كما كيعرف الجميع العناية بالمرافق الصحية هي تابعة لجماعات الدار البيضاء. حنا كنفتقروا لهاد المرافق الصحية لأن ماشي كنفتقروا لها، مي كنفتقروا أنها تكون تابعة لمقاطعة الليبيا. اليوم كنشهدوا واحد انطلاقه ديال واحد العمليه ديال التنظيف ديال مجموعه من الشوارع. اليوم حنا في شارع بوردو، هاد البادره اللي خداتها على العاتق ديالها السيده رئيسه مقاطعه سليبيون السيده كنزه الشريبي مشكوره من هذا المنبر. العمليه ديال اليوم كتاتي في اطار واحد البرمجه اللي دارتها مقاطعه سليبيون بعد تلقيها لمجموعه من الشكايات ديال المواطنين على اساس كاين واحد التبول على الجدران. هذه العمليه هذه ديال الغسل ديال الشارع ديال البودرو او جنبات ديال 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 شارع بوردو. اليوم العمليه اللي انطلقت من ابتداء من الساعه 10:30 وغادي تنتهي يعني كان فيها 3:30 باش نكملوا هذا الشارع ديال بوردو. وهذا اليوم كيطرح لنا اشكال كبير. هو كاين مجموعه من المراحيض اللي خلاوها الفرنسيين تخسرت عليها في المزارس الكبيره اموال طائله، وتقال بانه تيدار لها واحد الاصلاح وبقيت مغلقه. توضعات مراحيض وحده اخرى اللي ذكيه، هاد المراحيض اللي المبلغ ديالها تقريبا كيوصل 60 مليون، هي كتواجد على مستوى ساحه المارشال وحديقه الجامعه العربيه ومازال مغلوقه. أكثر من هذا كاين في المرحلة الثالثة أنه تم بناء واحد المراحيض اللي هي ما يمكن أن يقال عنها هي مراحيض عشوائية. نطالب من المفتش العام للوزارة الداخلية أنه تدخل فيما يخص هذه المراحيض هذه، لأنه هذا إشكال كبير مطروح.